هو بطل حقيقي وجنبه كلنا غلابة. حكايتنا النهاردة عن الشهيد البطل خالد مغربي الشهير بدبابة. هو واحد من المقاتلين الأبطال اللي أطلق عليه لفظ صائد الإرهابيين. دبابة كان ليه دور كبير جدا في عمليات تطهير سيناء من كل العناصر التكفيرية أثناء العمليات اللي قامت بها القوات المسلحة. مين منا ما سمعش عن البطل الشهيد دبابة ودوره طبعا الكبير، واحنا بنحتفل اليوم بيوم الشهيد كان لازم يكون معانا أسرة الشهيد خالد مغربي أحد أبطال كمين البرص بسيناء لاستشهد مع أحمد منسي ورفاقه. معنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذة دينا مغربي شقيقة الشهيد خالد مغربي، أهلا بيك يا فندم، يعني وخليني أقول لك كل سنة طيبة بمناسبة يوم الشهيد. وحضرتك طيبة، السلام عليكم أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك طيبة. أنا عارفة أنه صعب عليكي أن احنا نفكرك مرة تانية، لكن احنا عندنا يقين طبعا، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هم عايشين وسطنا دلوقتي، فعشان كده احنا النهاردة بنحتفي بيكي بحياته واللي عمله أثناء حياته، وهو بطل، ما ينفعش أن احنا نبقى في يوم الشهيد من غير ما نفتكره ونحتفي بيه كبطل كبير أو يقدم كتير أوي لتراب الوطن. ربنا يخليك يا استاذه بسام، خالد الله يرحمه كان بطل كبير قوي والله العظيم، وكان بيحب شغله وكان بيعمل كل شغله باخلاص، وكان على المستوى الانساني يعني مش عايزه اقول لحضرتك كان انسان طيب جدا وكان متواضع جدا وكان بيحب يخدم كل الناس وكان في قلبه رحمه لكل الناس، يعني كان انسان رحيم بعباد ربنا، يعني اي حد كان بيطلبه في شيء عمره ما كان بيتاخر عنه جدا خالص، كان بر بكل الناس، يقف جنب الناس في فرحهم وفي حزنهم، ما كانش بيسيب اي حد في مناسبة حلوة تلاقيه واقف، مناسبة وحشة برضه بتلاقيه واقف، وكان يعني وعايزة اقول لك انه كان متواضع جدا جدا جدا، يعني عايزة اقول لحضرتك ان هو كان يعني كان بيغيث الناس الغلابة يا عيني بالعربية بتاعتنا، مثلا واحد عريس مثلا غلبان في فرحه خالد الله يرحمه كان بيروح يغيث هو وعروسته بالعربية، يعني كان بيحب الناس الغلابة جدا يا استاذة بسند، وكان متواضع مع كل الناس، يعني لو راح اي مكان، انا مره كنت في المستشفى كنت تعبانه كنت باخد حقنه مسكنه واخويا كان معايا، كنا الساعه 2 بالليل، فلقى واحده ست ومعاها بنتها ومعهم طفل رضيع، فقال لي ثواني يا دينا انا هروح اوصل الناس ديت لان شكلهم لوحدهم، فقلت له خلاص ماشي يا خالد روح وانا مستنياك، وراح فعلا يعني قال لهم انا هوصل حضرتك، وراح فعلا وصلهم عشان ما يمشوش لوحدهم بالليل، يعني انا عايزه اقول لحضرتك انه كان طيب جدا. احنا متاكدين من ده، يعني احنا عارفين هو كان يوم الملحمه هو كان بيستعد انه يخلي مكانه، لكن مع طلب الدعم ليه هو اول واحد ركب مدرعته وراح عشان يساند الكمين ومهموش حاجه، احنا متاكدين ان هو كان بيساعد كل الناس، متاكدين من طيبه قلبه، سبحان الله، يعني هو كان اليوم ده بيستعد ان هو يخلي مكانه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه علشان يكون شهيد. هو فعلا كان معاه جواب النقل في جيبه، وهو كان منقول خلاص ان هو كان المفروض انه ينزل يوم الحد خلاص ويسلم الشغل، لكن قضاء ربنا وقدره هو لما حصلت الموقعة وجي النداء، هو طلع من دفع انساني لكن هو ما كانش مكلف ان هو كان يطلع لانه خلاص كان اخلى مهمته، لكن هو قضاء ربنا وقدره. صحيح، بنسمع ان الضباط بيتهافتوا على ان هم كانوا يخدموا في سيناء في الوقت ده، قصه خالد دبابه في القصه دي كانت عامله ازاي؟ خالد الله يرحمه هو اول ما اتخرج هو كان نفسه يروح سيناء عشان يخدم في الارهاب، وانا عايزه اقول لحضرتك اصلا يا استاذ مصطفى ان انا اول ما اخويا اتخرج من قبل ما يروح سيناء وانا كنت دايما بحلم ان هو هيستشهد، انا كنت عارفه ان اخويا هيستشهد من قبل ما يستشهد بثلاث سنين، اني كنت دايما بحلم ان اخويا يستشهد، وقبل ما اخويا يستشهد بشهرين كده حلمت ان بابا بيصحيني وبيقول لي قومي عشان اخوك خالد استشهد، فضلت اقول لا اله الا الله لا اله الا الله في الحلم، وقمت فقلت يا رب يعني لا رد لقضائك، بس يوم ما هسمع الخبر ده في يوم من الايام يعني صبرني وانا بسمعه، وساعة لحظة الاستشهاد احنا ما كناش نعرف اي حاجة، وكان يوم الجمعة الناس كلها كانت عارفة هنا في البلد محدش رجع يقول لنا حاجة،
سبحان الله. قبلها حصل موقف غريب عندنا هنا في البيت، النت فصل لوحده من عندنا كده من البيت، حاولت ان انا ارجعه ما عرفتش خالص خالص اني ارجع النت، وده عرفت انه كان من رحمة ربنا طبعاً. عشان ما اخدش صدمة الخبر من النت، لان كل حاجة بتيجي طبعا على النت. طبعا احنا في حين انا ووالدتي يوم الجمعة فتحنا التلفزيون على خطبة الجمعة واتفرجنا عليها وقفلنا، وكل حاجة برضو كانت مذاعة على التلفزيون واحنا ما كناش نعرف اي حاجة. فبعد كده قفلنا التلفزيون انا ووالدتي في اليوم ده، صايمه انا وبابا، ودخلت المطبخ عشان اعمل اشوف هجهز ايه على الفطار، فلقيت التليفون بتاعي عمال يرن يرن، فما ردتش عشان ما كنتش فاضيه، فلقيت رقم من السعوديه بيرن، فقلت هرد ليكون في حاجه ضروري. فلقيت واحده صاحبتي كانت من السعوديه كانت متصله تقول لي البقاء لله، بس ما لحقتش ارد عليها لان انا الحمد لله ما كنتش اعرف اصلا ان اخويا رحمه ربنا، دي رحمه ربنا رحمة بيك ربنا بيأجل. والله كبيرة رحمة ربنا كبيرة الحمد لله. بصي انت يا استاذة دينا يعني لازم تبقي والله مبسوطة، يعني اخوكي شهيد وان شاء الله ياخد بايديكم كلكم كعيلة وتدخلوا الجنة. هو جالي في الحلم والله يا استاذة، بس بعد ما استشهد بالضبط ب 40 يوم كان نفسي اطمن عليه وفضلت ادعي ربنا ان اشوفه، كان وحشني قوي. جالي في الحلم وقال لي يا دينا انا محور العين، قلت له انت شفتهم يا خالد؟ طب احكي لي عنهم. قال لي انهم حاجه لا تتحكي ولا تتوصف ولا تتقال، يشهد ربنا اني صادقه في كل كلمه بقولها. ربنا يرحمه. هو كان حاسس بده، يعني انت قلت لي انك انت كنت حاسه بحاجه زي كده، هل هو قال لك ان انا حاسس ان انا في يوم من الايام حنال شرف الشهاده؟ هل انت كنت حاسه؟ هو كان دايما يقول للماما انت هتبقي ام الشهيد، انت هتبقي ام الشهيد. هو كان نفسه ان هو يستشهد، بس انا يعني انا عمري ما قلت له يا خالد ان انا بحلم انك هتستشهد او اي حاجه، يعني عمري انا كنت يعني ما طبعا. كنت بحلم حلم، كنت بخليه بتحتفظي بيه لنفسك. ايوه بس كنت عارفه ان اخويا يعني هيستشهد في يوم من الايام، بس عمري ما قلت له ولا قلت لاي حد خالص خالص ان اخويا هيستشهد. اكيد. بس هو كان دايما يقول لي انتوا مش هتعرفوا قيمه اللي عملته للبلد غير لما استشهد، مش هتعرفوا قيمه كل مجهودي وتعبي غير لما استشهد. هو ما كانش بيحب يقول يعني ان هو عمل كذا او كذا او كذا، وما كانش بيحب يقول، بس هو كان يعني كان مجتهد قوي في شغله وعمل عمليات كبيره قوي فينا يا استاذ مصطفى، واخطر العمليات بشهاده كل الضباط، اخطر العمليات قام بيها خالد. حتى وزير الدفاع الفريق صبحي كلمنا هنا في البيت، وكان خالد لسه في سينا كان بقاله سنه، كلمني وكلم ماما وكلم اخويا وقال لي ماما انا بشكرك انك قدمتي بطل كبير زي ده لمصر، وقال له يا خالد انت في يوم من الايام هتبقى قائد قوات الصاعقه ان شاء الله. يعني وفضل يقول لنا اخوكوا بطل كبير افتخروا بيه، وكان لسه خالد الله يرحمه كان عايش، كان بقاله سنه واحده بس في سينا، بس يعني هو كان مجهوده كبير في سينا، وكان بيتعب قوي في شغله، وهو كان بيحب شغله قوي يا استاذ مصطفى، يعني كان بيعمل شغله بإخلاص يعني. ربنا يرحمه. كان بيحب عمله. ربنا يرحمه يعني. يصبركم. خالد بطل، ويعني من كل حكاوي المحيطين به سواء زمايله أو صحابه أو أي حد عرفه كان بيقول عليه أسد حقيقي، ربنا يرحمه ويصبرك. أستاذة دينا احنا حاسين بوجعك وحاسين كأنك أنت لسه موجوعة، كأن الموضوع لسه مبارح، يعني ربنا يا رب يصبرك. ولو الحاجة البسيطة اللي احنا نقدر نقولها لك ان احنا كمصريين كلنا يعني شايلينه فوق راسنا، احنا عارفين هو قدم ايه لمصر ولتراب مصر، كل المصريين فخورين بالدبابة، يعني ربنا يا رب يرحمه ويصبركم. شكرا لك يا دينا. دينا مغربي شقيقة الشهيد خالد دبابة، او خالد مغربي المعروف بدبابة، شكرا جزيلا ليكي، يعني ابكيتينا ورب رحمة الله عليه وربنا يصبر.